خير وتفاؤل أن يتزامن تخليد عيد العرش هذه السنة مع عيد الأضحى المبارك، لما يعود إليه من قيام التضحية والوفاء والثبات على الحق. ويطيب لي أن أبارك لجميع المغاربة هذه المناسبات المجيدة، وأجدد لهم محبتي وتقديري التي تزيد يوما بعد يوم. فهذه الروابط والمشاعر المتبادلة التي تجمعنا، ومن هنا فالهداية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة، ناسيا ما في هذا السياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان في المواطنين ومصلحة الوطن، أود هنا أن أتوجه بعبارة الشكر والتقدير، وأخص بالذكر العاملين بالقطاع الصحي من أطر طبية وشبه طبية مدنية وعسكرية، وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ورجال ومجال إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء. وإنما يجعلني أعتز وأفتخر هو مستوى الوعي والانضباط. أنا أشيد بروح التضامن والمسؤولية التي تعامل بها المواطنون والمواطنات، سواء على المستوى الفردي أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي. فقد عشنا مشاهد لا تنسى من التعاون والعمل التطوعي بين الجيران ومع الأشخاص المسنين والأسر المحتاجة من خلال توزيع وتبادل التحيات بين رجال الأمن والمواطنين. شابير عزيز، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فقد شملت انعكاساتها مختلفة. إذا حدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لقيت حماسا تلقائيا وتضامنا متواصلا، وهو ما مكن من تابعة 33 مليار و700 مليون درهم، وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليار و650 مليون درهم اجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية. كما سيتم رصد 5 ملايير لصندوق الدعم المركزي في إطار إنعاش الاقتصاد. وقد وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدر. إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها. لذا أدعو لمواصلة التابعة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية ووضع مخطط لنكون مجندات أمام التراخي الذي لاحظناه. شاب عزيز، إن أمرنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة الإنعكاسات الاجتماعية والاقتصادية دون منظور مستقبلي شامل يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها. وإذا كانت هذه الأزمة قد أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بين المغاربة، فإنها كشفت أيضا وضعوا شبكات الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية. لذا ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. وفي هذا الإطار نرجو الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة، وفي جهة
لاستعادة عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وهما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات وتدابير تضامنية لمواكبة الصغرى المتوسطة التي تشكل عماد النسيج الاقتصادي الوطني. وفي هذا الإطار سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام، جايين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة. كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التطبيق الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. شعبي العزيز، والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها والنهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويأتي في مقدمة ذلك توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة التي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من الحماية الاجتماعية التي يطبعها التشتت والضعف في مصمم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة. وندعو للشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير 2021 وفق برنامج عمل مضبوط. ويتطلب هذا المشروع إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل بما يحقق التأمين الفعلي للتغطية الاجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل. شعبي العزيز، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر، وعلينا أن نجعل من المكاسب المحققة في هذا الظرف القصير منعطفا حاسما لتعزيز نقاط القوة التي أظهرها المغاربة التي تقتضيها المرحلة واستثمار الفرص التي تتيحها. وبذلك نربط الماضي بالحاضر ونكون خير خلف لخير سلف، مستعدين كل إجلال الأرواح الطائرة لرجال المغرب الأبرار في مقدمتهم جدنا والدنا المتعال. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب.
او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.